بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم مهندس علاء شعراوي من قناة الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم عن المرحلة الثانية للثانوية العامة، وكمان بنشوف الأماكن الفاضية في الجامعات والكليات، وده للشعبة الأدبية والشعبة العلمية. يا جماعة 2020 نبتدي إن شاء الله يوم الثلاث الموافق 1 سبتمبر حتى يوم السبت 5 سبتمبر لمدة 5 أيام. يبقى ان شاء الله بامر الله بدايتنا يوم الثلاث اللي جاي، حد ادنى 77.4 للعلمي و 67.8 للادبي. ويوجد اماكن فاضيه في الكليات العلميه زي دار العلوم اسوان، بنها، في كليه حقوق دمياط، في برضو فنون تطبيقيه بني سويف، في دمياط برضو فنون تطبيقيه، كل ده فاضي. بالنسبه برضو لعلوم اسوان حقوق، في اعلام القاهره برضو في اماكن فاضيه للعلمي، في عندنا الطب البيطري برضو في اماكن موجوده للمرحله الثانيه، الالسن، في عندنا برضو علوم طنطا، السن كفر الشيخ، اقتصاد وعلوم سياسيه، في تقريبا برضو بالنسبه للتمريض في كل الجامعات موجود اماكن للمرحله الثانيه. يبقى كده بالتالي انت الحمد لله ان شاء الله المرحله الثانيه ليها فرص كويسه بامر الله. وكمان في حاسبات ومعلومات علوم في الاقصر وفي حلوان وفي القاهره، لو حاسبات وذكاء اصطناعي القاهره، ده بالنسبه للعلوم. في حاسبات ومعلومات هنا قناه السويس بالاسماعيليه برضو علوم، وكمان في اقتصاد وعلوم سياسيه في جامعه اسكندريه بس العلم رياضه. اما بالنسبه للشعبة الادبيه، الاماكن المتاحه في عندنا حقوق عاديه وحقوق انتساب، في عندنا تجاره انتساب، في عندنا اداب انتساب، كل دي اماكن فاضيه. في عندنا كل المعاهد العاليه، عندنا تربيه رياضيه بنين، وعندنا كمان تربيه نوعيه وتربيه فنيه وكل المعاهد العليا، وفي تربيه رياضيه بنات في العريش، في تربيه نوعيه وفنيه عين شمس، في تربية نوعية وموسيقية جنوب الوادي، في تربية رياضية بنات المنوفية بشبين القوم، في تربية نوعية وفنية القاهرة، وفي المعهد الكندي العالي للإداري في 6 أكتوبر، المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال ده في 6 أكتوبر برضو، في تربية طفولة العريش، في الفني لترميم الآثار بالأقصر، المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر، في خدمة اجتماعية الفيوم، وفي المعهد العالي السياحة والفنادق في الغردقة، تربية رياضية بنين بورسعيد، دار العلوم أسوان، تربية طفولة أسوان، وهكذا. يبقى احنا بالنسبة لنا كده خلاصة الموضوع يا جماعة ان احنا عندنا كليات حقوق وانتساب وتجارة انتساب وتربية نوعية وتربية فنية وتربية رياضية وكل المعاهد العالية. في معاهد عالية حكومية وفي معاهد خاصة بمصروفات. في عندنا دار العلوم انتساب موجه القاهرة، جامعة القاهرة، في عندنا المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة، في المعهد التجاري بسوهاج. يبقى احنا كده عندنا برضو التربية الرياضية كلها موجودة، عندنا تربية فنية وتربية نوعية وتربية موسيقية، في تربية رياضية بنات بني كمان، في حقوق أسيوط، وفي تجارة أسيوط، وفي اقتصاد منزلي بالمنوفية بشبين الكوم. يبقى دي كده كل الكليات المتاحة والمعاهد المتاحة بالنسبة للأدبي للمرحلة الثانية 2020. وبكده يا جماعة يبقى احنا الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. نورتوني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.